تحب السكر؟ تحبين السكر؟ عيسى تحب السكر؟ انزين كلنا نحب السكر، اصلا الدماغ يحتاج سكر، مستحيل المخ يعمل من غير سكر، ولكن في انواع من السكر. زين شنو يعني واذا كلينا سكر زياده يسوي مقاومه انسولين؟ مو عارف شنو مقاومه، راح اقول لك. شوف خل اقول لك انواع السكر، اخذ النوع اللي راح انت راح تكتشفه. شوف كثر ما نقدر نوخر عن الفركتوز، نخليه مره باليوم، هذا شنو زيادته الكبد ما يقدر يحوله الى جلوكوز، فشنو الكبد يتعب يتراكم عليه ويسبب دهون على الكبد. مثل شنو الصدمه؟ الفواكه، يعني عندك فاكهه فاكهتين باليوم لان النوع مالها فركتوز. زين عندنا السكر العادي وعندنا السكر المحلى اللي هو اسبرتام، هذا انحاش منه في نوع من انواع السكر هم مصنعينه. ليش مصنعينه؟ عشان يحطونه بعض المواد الغذائيه، يحطونه مثلا بالكاكاو، يحطون نقطه نقطه منه يخلي الطعم يصير وايد سكر. هذا اذا داش داخل الجسم يقول حق الجسم كنا داش كيلو سكر، فيرتفع الانسولين حيل، يعني يقص على الجسم على اساس بس انت عندك المذاق تصير زين. زين شنو افضل انواع ستيفيا الطبيعي مو المحلى اللي ما فيه سبرتام؟ كثر ما تقدر وخر عن سكر سبرتام، نقطه صغيره كأنك ماكل 6 سنيكرز كثر ما تقدر. وشنو يعني مقاومه انسولين؟ ان الجسم مو قادر ياخذ كميه السكر، مو قادر، فهني يسمونها مقاومه انسولين. وزياده السكر شنو تسوي؟ تخدش الشرايين، واذا تخدش الشرايين بعدها الشريان يتخدش، بعدها شنو الدم ما يوصل حق الانسجه، بعدها شنو يصير تصبغات اللي تشوفونهم مرضى السكر اللي ورا رقبتهم ويصير تحت العين، هذه زياده السكر. عرفت اي نوع؟ ستيفيا الطبيعي الخام، سبرتام انحاش منه، مع الوقت ترى راح يضرب البنكرياس.